خلال شاشة التلفزيون الكويتي. يبا أنا أدري إن هالفقرة هذه أو اللقاء اللي إحنا الحين بنسويه في وايد ناس قاعد تتابعه، في وايد ناس مصرين إنهم الضيف اللي معانا اليوم يكون معانا اليوم، علشان كذي وما أبي أسولف ما أبي أطول لأنكم تبون تكونوا هو. يسعدني أرحب بنجم ستار أكاديمي عبد السلام محمد. يا هلا مرحبا فيك ويانا في كافيه شبابي. حبيبي عبد الرحمن، وأنا متشرف بوجودي وياكم أنت و... حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك، واحنا وايد سعيدين بلقائك اليوم. بس ودي ابتدي، ما بنقعد نسالف وايد وندردش، انا متاكده ان المشاهدين ومعجبينك اللي ما وقفوا لحظه بانهم يطلبونك ما شاء الله، يعني بالتويتر بالفيسبوك بموقع كافيه شبابي كلهم يطالبون نبي عبد السلام محمد، نبي عبد السلام محمد. شنو سر هالاعجاب والحب الكبير من الجمهور؟ والله الصراحه انا ما ادري شنو سر الاعجاب، بس الجمهور الحمد لله انا متواصل وياهم، يعني ما قاعد اخليهم او صح وانا ملاحظ هالشيء لا جدول فالحمد لله. يعني انا ملاحظ هالشيء عبد السلام، ما شاء الله انت ما قاعد توقف التواصل وياهم، حتى في الفيسبوك وتويتر دائما ترد عليهم صباح الخير حبايبي ما ادري شنو، وحتى ما شاء الله في اللقاءات التلفزيونيه والاذاعيه. انا ما راح اطول عليك، بس راح ابدي سريعا، يعني راح يعني اتمنى ان الكل يسامحني لاني راح احاول كثر ما اقدر ان انا اقرا تعليقاتكم. اول شيء عندنا هند يحيى. هند تقول احب اشكركم على استضافه عبد السلام، واحب اقول له ان مصر كلها تحبه، وبجد صوتك عبد السلام جميل قوي، واغنيه اتحرى العيد روعه، واحب اساله يا ترى ايه هو جديدك، ويا ريت تغني بالمصري، صوتك حلو كثير بالمصري، وكل عام وانت بخير بمناسبه العام الهجري. بخير ان شاء الله، وكل شعب مصر بخير على راسي والله هند. هني عندنا سنفوره تقول احب اشكركم على استضافه احساس الطرب عبد السلام، وان شاء الله راح تقضون وقت وايد حلو ونستانس ونشوفكم ونشوف سلوم. هذا هذه سنفوره.
عندك مرمورة سلومية يعني هي لها علاقة بعبد السلام، تقول يعطيكم العافية على استضافة إحساس الطرب ومنتظرين اللقاء على أحر من الجمر. ودي أسألك على موضوع إحساس الطرب، لقب حلو صح؟ وايد. شنو يعني لك؟ تعودت أنا من الناس إن يسمون إحساس الطرب، هو اللي سمون إحساس الطرب أحمد عزت طالب المصري اللي كانوا وياي. أوكي. يعني خذاها غش مرة اتنازة إحساس الطرب و... فمشت يعني مش... ويا الناس مشت إحساس الطرب. بس حلو لكم يعني. نعم. كونك نجم بستار أكاديمي، بعرف منك يعني أنت اللي التمست كونك يعني خبتها طبعا هالتجربة مهينة، ويعني في ناس يقدرون يستمرون فيها للأخير وفي ناس يعني يضطرون يطلعون، برأيك شنو هي المقومات الأساسية عشان الواحد يصير نجم بستار أكاديمي ويقبلونه، خاصة أن القبول مو سهل وايد يعني يقدمون. قصدك القبول ولا اللغب؟ لا شنو المقومات عشان الواحد يعني ينقبل بستار أكاديمي؟ ينقبل بالضبط. هو الشيء الأساسي أن الصوت طبعا إن صوته يكون حلو ويؤدي أداء جميل. إن صوته وكذي وجريء، بس أنا مو جريء ما شاء الله انغبلت يعني. ما شاء الله. كنت وايد خجول والله. طبعًا كاريزما وطول وكذي يبونه ما. نعم. بس الحمد لله إني دخلت يعني أنا مو متوقع إني راح أدخل. وايد كنت خجول أنا ما أسولف ما أتكلم. زين عبد السلام بالنسبة حق سار أكاديمي أو أصلًا الفكرة شلون جت لك؟ شلون جت لك فكرة إن أنت تروح سار أكاديمي؟ الفكرة جتني صدفة أنا. زين. طبعا في شغله مهمه لازم تعرفونها عن عبد السلام، في اكيد وايد ناس يعرفونها، ان انت تدرس في المعهد العالي للفنون الموسيقيه. لا مو العالي، معهد الموسيقى في فرق. يا اوكي. انزين وموفق بدراستك، نتمنى لك اكيد كل التوفيق وان شاء الله يا ربي تخرج باعلى المراتب يا رب. خلينا نكمل اجابته ما كمل اجابته. يلا شنو السؤال؟ على شلون جت لك فكره ستار اكاديمي؟ فكره ستار اكاديمي، انا بستار اكاديمي وين كنت وايد متابع. اوكي. يعني كنت انطر متى تخلص المدرسه عشان اروح الحق اطالع اللي فيه بشار. اللي فيه بشار. اوكي. فكنت اتخيل، مع اني كنت صغير وايد يعني كان 14 او 15 سنه، كنت اتخيل نفسي ان انا داخل كذي، مع ان يعني للحين ما اكتشفت صوتي، انا ما اكتشفت اني اغني، بس كنت قاعد اتخيل نفسي ان انا داخل البرنامج. بعده بس قلت المتابعه شوي. فمن ستار اكاديمي 5 نعم قلت انا ليش ما اروح؟ قاعد اتخيل نفسي السادس انا راح اكون موجود. فجاه يبلش البرنامج انصدم. لا انصدم انه وين الكاستنج وين يعني اقول خلاص ان شاء الله السنه الجايه السابع. السابع فجاه يبلش البرنامج من غير لا كاستنج ولا يعني هم ما يجون الكويت. نعم. بعدين مليت، قلت خلاص انا ماني. سبحان الله جتني صدفه يعني اسبوع واحد خلص كل شيء ورحت لبنان. اي ما شاء الله. زين حلو، كانت تجربه حلوه وتوفقت فيها اكيد. انا ودي اعرف منك اغنيه رجعتي لي، يعني حصلت على صدى كبير ويعني ما شاء الله لا اله الا الله ووايد يعني انتشرت ووايد ناس حبوها وكذي، كلمنا عنها شوي. هي انتشرت يعني فضل من الله ثم الجمهور اللي يحبني، يعني لو ما في احد يحبني كان ما سمعت الاغنيه وما انتشرت اكثر. الاغنيه انا بلشت فيها نزلتها تاريخ بدايه 9 يعني اخر يوم رمضان قبل العيد. نعم. ليله العيد يعني. كانت كلمات احمد علوي شاعر سعودي كبير يعني. نعم. تحياتنا له اكيد. والملحن عبد الله الجاسم اخوي الاستاذ عبد الله الجاسم. والحمد لله يعني نزلتها اول شيء بالفيسبوك بعدين انتشرت يعني بالاف ام وشيء، الحمد لله قاعد تاخذ بالمراكز الاولى والثانيه بالاستفتاءات بالفيسبوك. هو طبعا حلو ان المخرجين قاعد يسولفون معي فانا اسوي لهم كذي واروح. قاعد اخذ تحركاتك غريبه من مساء. ايش فيك؟ يقولون ان عبد السلام وايد شقي صح؟ يعني صاحب مقالب، تسوي مقالب وايد في ربعك صدق ولا لا؟ عشان كذا لازم اسوي مقالب حقها صح؟ صدق هالكلام ولا؟ صح. اوكي زين شنو المقالب اللي انت دائما تسويها وفي منو؟ انت جاوب لان انا عندي معلومات يعني، فانت لازم تجاوب، اعترف انت قبل ما انا اعترف. انا وايد ناس سويت فيهم مقالب يعني. اوكي. بالدوام، بالمعهد يعني، بالبيت.
بس المغالب اللي انا اسويها وايد قويه يعني. اي شلون مؤثره تكون؟ اي مؤثره مهينه. شلون نبي نعرف احنا شلون؟ شكلك عندك كم مقلب ماسكهم عليه. اي انا عندي كم معلومه بس ما انا ما راح اقولهم. والله انا ما اذكر المغالب اللي سويت لان انا زمان مو مسوي مغلب فشكلي بسوي فيكم مغلب. اي حسبتنا الحين اليوم خلينا ويا لا لا هذا اكبر مغلب تخيل. يلا مع السلامه. زين عبد السلام ودي اسالك عن موضوع مهم، تمثيل. ليش ما تتجه حق التمثيل؟ يعني يمكن نجم ستار اكاديمي مو شرط بس بالغنى يعني في وايد. لا هم احنا بس لما كنا داخل برنامج كنا نركز على التمثيل اكثر من الغنى، لان التمثيل الاستاذ واحد اللي نسيت اسمه والله الايفال. اوكي يكون واحد، ايه. بس اساتذة الغنى يكونون اربعة. فاحنا كنا لان هذا صوته مؤثر. اوكي الاربعة الباجين متقاسمة الاصوات، ايه راح تشتت. فاحنا كنا نركز وايد لان الايفال كله مشهد اخشى يتغني. انا كنت من افشل الطلبة بالتمثيل بالبرنامج صدق والله. كنت شاطر بالتمثيل كله. اي كنت مو يعني كنت انهاش. حاب الغناء. اي كنت انهاش من الحصة مالت التمثيل. وايد كان يزفني المدرس الاستاذ وكذي. على طاري الاساتذه لازم نتطرق حق الاساتذه الكبار والفنانين الكبار. منو من الفنانين الكبار اللي يجذبونك وتحب تسمع لهم وتنطرب حق اصواتهم وايد وتعجبك اغانيهم؟ والله بالكويت ولا برا؟ بالكويت ولا برا؟ بالكويت. برا الكويت على راحتك. والله انا احب طبعا اكيد حسين الجسمي. اوكي الاول. حسين الجسمي، اسماء المنور، ماجد المهندس. وايد هو وايد في فنانين راح نعرفهم وراح نسولف عنهم اكثر، بس نروح نشوف هاشم شنو عنده ونرجع سامي نتواصل معاكم في كافيه شباب. مرحبا فيكم، رجعنا لكم بجديد من بعد ما شفنا التقرير الحلو وياكم. احب امسيكم بالورد والجوري والفل والياسمين، خاصه انا قاعده بين باقه كبيره بالورود الحلوه. شفنا تقرير البازوكا، شايك فيه حمني؟ كان حلو صح؟ استانسنا. عبد السلام شايك فيه؟ عبد السلام يهمنا، عجبني. حتى عبد السلام سالنا وين موجود لعبته، وين موجوده لعبه البازوكا؟ قلنا له بجمع ديسكفري. وكل الشكر والتقدير حق القائمين على هالمشروع الحلو اللي هي لعبه البازوكا، كانت وايد حلوه. بس احنا انغلبنا بالاخير حماني، يرضيك كذي؟ ايه فريقنا انغلب اخر شيء. فريقنا انغلب وعلي. يلا الحين ناخذ ويانا عبد السلام لانه هو عنده خبره في كره القدم، فاتوقع اللي عندهم خبره في كره القدم اكيد بالتالي عندهم هذا. راح تساعدنا عشان نفوز لازم. انا اول شيء يمكن استغربتهم الباقه الورود، باقات الورود اللي موجوده هني. ما شاء الله من اول ما اعلننا والباقات تنهل علينا. ما شاء الله عندنا هني باقه ورد الى عبد السلام محمد، هديل الخالد، ايمان احمد، ودان دانييل من السعوديه، وكميلا من الجزائر. مشكورين، يعطيكم الف عافيه. هذه باقه الورد الاولى، اكيد احنا بنعطيك اياهم كلهم قبل ما تمشي، بس الحين احنا نقولهم على السريع. هني في الى عبد السلام محمد، روان الكويت، ريم الكويت، وليان محمد. ليان تحبك وايد. مشكورين، يعطيكم الف عافيه. عندنا باقه هذه الكرت مالها كاهو، الكرت كاهو هني. ها لقيتها؟ عندنا هني الى هاشم، شكرا من القلب على تشجيعك، ساستمر في الكتابه واتمنى ان اكون دائما عند حسن ظنك. ريم الكويت، طبعا هذه باقه الورد موجهه حق هشوم. هاشم بعد شوي هو على البحر الحين وقاعد يذهب لكم فقره حلوه، بس يعني هذه باقه الورد الاخيره حق هاشم. اتوقع ان عندك مشاركات حق انا عندي. اي عندي مشاركات لك طبعا من جمهورك ما شاء الله اللي ما وقف واللي قاعد يدز ما شاء الله. ليله الله سامحوني اذا ما اقدر اقرا كل مشاركات. في مشاركه في لوف عبد السلام تقول يعطيكم العافيه، شكرا لاستضافه سلوم، بانتظار اللقاء. اكيد مشكوره وايد، واكيد انت قاعد تتابعين اللقاء. في بعد مكتوب من توت بيري تقول لك اشتقنا لشوفتك سلوم. يسمونك سلوم؟ يحبونك. وان شاء الله نستانس معاك على طول، والكل يستانس، من زمان ما شفناك على التلفزيون سلوم، منور التلفزيون الكويت والمكان كله. نور بوجودكم، وان شاء الله يكونون راضين علي وانا اكون بحسن الظن. ان شاء الله ان شاء الله.
هني عندي اول شيء راشد الزعابي المسؤول عن جروب فيسبوك كافيه شبابي، وجه لك تحيه حيل كبيره. مشكور راشد الزعابي على تعبك وعلى اصرارك دائما ان عبد السلام يكون ضيف عندنا. هني عنود 90 تقول واو ضيفكم عبد السلام بليز خلي غني مجنوني جنون، وعاشقت عاشقتك تقول مشكور اخوي عبد الرحمن انكم استضافتوا عبد السلام وهو لا قاعده جمهوريه وشاب محترم وخلوق، فالف شكر لكم. نور ام تقول الف شكر استضافة سلوم متابعينكم بعد شوي ان شاء الله، بس ما عارفين وين نكتب لكم. في وايد كلام، وايد كلام. مشكورين وما قصرتوا. شنو تحب تقول حق كل الجمهور اللي قاعد يطالعك الحين؟ والله انا مهما قلت ما راح اوفي بحقهم اكيد، يعني هم صدق اللي داعميني اللي واقفين وياي، يعني حتى في برامج وايد قاعد اطلع من ضغط الجمهور على البرنامج. صح ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدهم يا رب. ان شاء الله الله يزيدهم يا ربي ويوفقك، وان شاء الله تقدر تقدم لهم المزيد والمزيد. ولا زلنا متواصلين وياكم. ننتقل حق زميلنا هاشم، نشوف هاشم شنو عنده. هاشم واقف على البحر قاعد يتمشى ويشم الهواء الحلو وبالشمس وبالهواء الطلق، نشوف شنو عند هاشم ورد لكم مره ثانيه. رجعنا لكم مره ثانيه، طبعا يعطيه العافيه اكرم على الابداعات الجميله، مصورنا مصور الكاميرا المحموله. شتاء وبرد وقاعده تراجف بس مستحمل ويقعدني من الماي، وترى قاعد يطشر على ريلي. عموما كانت في عده مشاركات ما قدرت اجيب التلفون، لكن ان شاء الله تحضرني كل الاسامي اللي اقدر اقولها. بالنسبه حق موضوع الحلقه، اختنا سكينه العازمي تقول ان ودها تساهم او انها تسوي شيء يساهم في رسم الابتسامه على وجه الناس، على وجه كل حزين وعلى وجه كل انسان يحتاج الى سعاده في هذه الدنيا. زميلنا واخوي حبيبي عبد المحسن رضوان كانت له مشاركه ايضا جميله، يقول انا ودي ادعم اني اسوي مشروع شبابي يدعم جميع مبتدئين الاعلام الشباب الصغار الكويتيين، واللي صار لهم خلونا نقول فتره وباع طويل بالاعلام الكويتي، لان على حسب ما فهمت الشباب اللي يشتغلون في المجال الاعلامي الكويتي فيهم الخير والبركه ويستحقون ويستاهلون ان احد يدعمهم. فهذا الكلام مو غريب عليك يا عبد المحسن رضوان، هذه تحيه بعد موصوله منا لك. زميلنا الفنان فرحان علي للحين يقول حق حموني وين العزومه؟ انا تصورنا للحين يطالب عبد الرحمن عزومه غدا، والحين كان يعني هو كان يطالب عبد الرحمن عزومه الغدا، الحين صار عبد الرحمن وصاروا عهود. عموما العزومه هذه احنا ناطرين ونتريه. الشغله الجميله اللي ابي اسولف عنها او ابي اتكلم عنها ان كثرت المشاريع الشبابيه، وهذه شغله صحيه وظاهره صحيه عندنا في المجتمع الكويتي. كثير من الشباب دخلوا في عده مجالات، ومن اهم هذه المجالات خلونا نقول التجاره الالكترونيه، قاموا يساهمون في مشاريع عن طريق الانترنت. عموما خلونا ننتقل حق الشباب داخل الاستديو، وبعدين ارد لكم مره ثانيه واكمل حواري معاكم. اسف ما ننتقل حق الاستديو، ما اسمع من الهواء والله. ننتقل حق التقرير الجميل اللي محضره لنا المعد احمد خورشد، ونرجع لكم مره ثانيه. محل ليتس بوب كورن. في ليتس بوب كورن هو المحل الخاص ببيع النفيش. النفيش مثل ما نسميه بالكويتي، الطعم اللي انا راح اذوقه الحين هو طعم الكامل. بس على فكره هالمحل موجود فيه مجموعه وايد كبيره ومختلفه نوعها من النكهات الحلوه واللذيذه. راح تذوقون وياي خلال هذا الريبورت العديد والعديد من النكهات مع اصحاب هذا المحل، خصوصا انه مشروع كويتي ومشروع فيه جهد شبابي كويتي مختلف ومتنوع. تابعونا لا تروحون بعيد عن الشاشه. اهلا وسهلا فيك يا رفيق. رفيق عبد الرحمن، في البدايه يعني اذا بنتكلم عن فكره ليتس بوب كورن، اول شيء واول سؤال خطر على بالنا انه ليش ليتس بوب كورن؟ او بالبدايه المشروع يرجع الى سنه 2010، اول ما بلشنا انا وشريك فادي واحمد انه نبدا مشروع تجاري جديد على السوق الكويتي، بما ان الحين الشباب الكويتي ما شاء الله قاعد يبدا بمشاريع صغيره، فكرنا انه نطلع مشروع جديد. وحبينا نختار المجال الغذائي، مجال الاكل. فخلال بحثنا فتره طويله لقينا افضل مشروع
وهو البوب كورن. مثل ما قال اخوي عبد الرحمن، احنا قاعدنا تقريبا سنه كامله من العمليات في البوب كورن، وتعرضنا لمواقف جدا صعبه، انحرقنا، فطرنا في رمضان على الكراميل، نفسنا وصلنا فعلا لمرحله ان الفوكس جروب مالنا اللي هم متعودين على البوب كورن خارجي قالوا انتم تعديتون في مراحل. هذا كان الدافع. مثل ما اخوي عبد الرحمن بلش معاكم، حبوبنا ما تلاقونها بالجمعيه، ما تلاقونها في السوبر ماركت، اسمها ماشروم بوب كورن. ماشروم بوب كورن في نوعين من البوب كورن في العالم، عندك البوب كورن العادي وعندك البوب كورن الباترفلاي. الباترفلاي عفوا اللي اشتري من الجمعية، والماشروم اللي هو تحصل عندنا. في معلومة جديدة أحب أضيفها، دراسات مو حديثة ومو قديمة بنفس الوقت، طلعت من بريطانيا بجامعات بريطانيا جدا. البوب كورن يتربع على عرش قمة الحبوب كلها من ناحية الفايبر والغذائية. طبعا كل الشكر لليتس بوب كورن على استضافتهم لنا وعلى التقرير الحلو اللي سويناه عندهم. عبد السلام، انا احس ان الحلقه بتخلص والحين ما مدانا نسولف. ما مدانا، اي والله بسرعه خلصت وما حسينا بالوقت يعني. بس هي ما خلصت، بتخلص ليش ما خلصت. عبد السلام قلت لنا انا وعهود قبل شوي، انتم شلون مبيعين؟ شنو احساسك مع التقديم؟ ما تحب التقديم؟ لا مو ما احب، احس بربكه، احس بربكه واخاف البدليات وايد. اوكي، عرفت اي، فما شلون توجي قاعد تقدمون خوف من البدليات؟ عيل احنا شو نقول؟ اذا انت تخاف من البدليات احنا شو نقول؟ ترى مو مشكله، ترى البدليات لا بس هي مساله تعود يعني. صح، ايه. في فنيات وفي اساسيات اكبر من البدليات، والله يعني البدليات تهون امور قدام امور وايد، عرفت؟ بعدين ممكن انك تصلح، عرفت؟ مع الوقت راح تتغير. صح، يعني احنا ساعات نقول انت شلون تغني؟ احنا ما نبي نسالف وايد، نبي بسرعه نتكلم علشان يمدينا نختم الحلقه، وخصوصا ان احنا محضرين لك مفاجاه وجمهورك محضر لك مفاجاه. تحب الغناء الوطني؟ طبعا. اوكي، ودنا نسمع اغنية وطنية سريعة. نقول طاير من الفرحة طاير، قلبي على نار ناطر، ثاير من الشوق ثاير، وحشني شوف الكويت، مدريش أقدم هدية، كل شي أشوفه شوية، هي نجمة الشرق هي، وهي عروس الخليج. صوتك، صوتك وايد حلو فعلا، مثل ما يقولون احساس الطرب. صوت جميل واداء احلى واغنيه اروع، اكيد تتغنى بحب كويتنا الحبيبه. عهود، معجبينك عبد السلام، يا بولك الكيكه طبعا هي هناك حاطينها، واحنا بس نخلص ان شاء الله راح نروح حق الكيكه ونقصها وناكل منها. طبعا كل الشكر حق الشباب اللي جابوا الكيكه، مشكورين، يعطيكم اكيد مشكورين على الكيكه والورد صورتك عليها. شكراً، يعطيكم ألف عافية. يلا بعد شوي نقصها ونحتفل معك. في ختام حلقتنا نبي نشكر كل اللي تواصلوا واستمتعوا معنا خلال هذه الحلقة. أبي أشكر كل اللي كلموني على الفيسبوك وتويتر وحتى على موبايلي الخاص، أنا أعتذر منهم جميعاً أني ما قدرت أذكر أساميهم كلهم. أبي أشكر أيضاً ديراندير وهولستر في بلازا سالمي على تقديم الملابس. عود، شو تحبين تقولين؟ وأنا بداري أشكرك حبني أكيد، وتحية موصولة حق زميلنا هاشم، نقول له مشكور ما قصرت والله، يعطيك ألف عافية. وأشكركم يا أحلى مشاهدين على أحلى متابعة، وأشكر ضيفنا عبد السلام محمد نجم ستار أكاديمي، كل الشكر والتقدير لك على حضورك، استأنسنا وايد بلقائك، الله يعطيك ألف عافية. الكلمة الأخيرة اللي أنت تحب تقولها، شو تحب تقول؟ أنا حاب أشكركم على الاستضافة الحلوة، وايد استأنست اليوم والمكان وايد عجبني. أوكي، وحاب أشكر الجمهور اللي متواصل وياي بتويتر وبالفيسبوك، واللي يابوا الورد، روان الكويت وريم الكويت وليان محمد وكاميلا من الجزائر ودانتين من السعودية وهديل خالد
وإيمان أحمد مشكورين ما قصرتوا ومشكورين الكيكة ما شفت منه اللي جايبها للحين بس احنا بنوجه بس ان شاء الله نوجه له تحية ان شاء الله يعطيكم الف عافية الله يعافيك مشكور ما قصرت وبختام الحلقة ابي اشكر سلون تايجر حق خبيرة تجميل هدى العلي على الشعر والميك اب كل الشكر والتقدير لكم على حسن المتابعة نلقاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم السبت الساعة 1:30 برنامجكم كافيه شبابي شكرا جزيلا مع السلامة مع السلامة